Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Video اليوم راح يكون تكملة للفيديو الماضي اللي كنا تكلمنا فيه عن كلمات تخص المستوى الثاني من اللغة التركية. المستوى الثاني لكن المرحلة الأولى يعني بيبير. إذا راح نبدأ مع أول كلمة، لكن قبل ما نبدأ ما تنسوش أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، هكذا حتى توصلكم إشعارات الفيديوهات الجديدة. وما تنسوش أنكم تضغطوا على زر الإعجاب إذا عجبكم الفيديو واستفدتم منه. نبدأ مع أول كلمة ماش. ماش يعني معاش كما نقولوا بالعامية، أو راتب، أو نقدر عليه نقول عليه الأجر. عندنا جملة 6 أي سيزي يارم ماش verilecek. 6 أي سيزي يارم ماش verilecek. يعني سوف تحصل على نصف راتب خلال 6 أشهر. هنا verilecek يعني سوف يتم إعطاؤك، تمام؟ يعني هذا الترجمة الحرفية تاعها. وراني نعمل لكم بالطريقة اللي كنت ندرس بها في البداية، اللي هي بالألوان، تمام؟ هكذا عندكم كل كلمة ومترجمة بنفس اللون في اللغة العربية، هكذا أحسن، تمام؟ إذا راح نشوفه كلمة أخرى. عندنا ممنونية سيز هي غير راضي. مثلا görünüşe göre، buradaki herkes memnuniyetsiz. görünüşe göre هنا في البتزيريا نقولوا على حساب الشوفة، كامل لهنا وما كاش اللي راه راضي. ف görünüşe göre هنا يعني مثل ما كأني نقول على حسب الشيء الذي أراه. görünüşe göre على حساب الشوفة. buradaki herkes الجميع هنا، هنا كي بمعنى الذي، بورداكي يعني الذين هنا. ممنونية سيز غير راضين. مسائي، مسائي هي مسائية أو ساعات إضافية. مثلا نقول لك uzun zamandır ilk defa mesai yoktu. uzun zamandır ilk defa mesai yoktu. uzun zamandır بمعنى منذ فترة طويلة. إلك دفع لأول مرة مساي يكتو، يعني لم يكن هناك عمل إضافي. عندنا فعل آخر اللي هو، أو كلمة أخرى عفوا، اللي هي organization. organization هنا تلفظ ني، يعني نلفظوها في اللغة التركية مش كما في اللغة الفرنسية. في اللغة الفرنسية نقولوا organization، يعني ما نطقوش ن، لكن في اللغة التركية كل حرف نطول حقه. organization، تمام؟ bu iş planlama ve organizasyon gerektirir. bu iş planlama ve organizasyon gerektirir. هذا العمل، bu iş planlama، التخطيط ve organizasyon والتنظيم gerektirir بمعنى يتطلب. إذن هذا العمل يتطلب التخطيط والتنظيم. أورتام، أورتام يعني بيئة. كان كلمة أخرى نقول أورتام، لكن هي كلمة ما تكتبش بهذا الشكل، هي أورتاك اللي هو شريك، ولما نصرفها مع ضمير بنم يعني شريكي نقول أورتام، تمام؟ يعني الكي هذيك ترجع يمشكل. Ortam هنا بمعنى بيئة. مثلا أقول لك gördüğünüz gibi çocuklara uygun bir ortam değil. gördüğünüz gibi مثل ما ترون أو كما ترون çocuklara uygun bir ortam değil. يعني هذه البيئة ليست ملائمة للأطفال. إذا نشوف كلمة özenli. özenli معناها مراعي أو دقيق أو متأني، يعني على حسب الجملة اللي نستخدمها هي. راح نشوفوا هذه الجملة الآن حتى تفهموا المعنى. özenli bir çalışma ile
aylar sürebilir. Özenli bir çalışma ile aylar sürebilir. Özenli bir çalışma ile هنا بي هنا مثل ما قلتكم قبل لما تكون أداة نكرة نرفضوها بي وليس بير ما قولش بير تشالشما نقول بي تشالشما إلى أيلار سيربيلير إذا مع الدراسة المتأنية ولا الدقيقة قد يستغرق الأمر سيربيلير يعني ممكن أن يستغرق الأمر شهورا أيلار نشوف جملة أخرى performance هي أداء okuldaki kötü performans duygusal hassasiyet okuldaki kötü performans duygusal hassasiyet okuldaki الذي في المدرسة kötü يعني سيء performans الأداء duygusal يعني عاطفي حساسيات يعني حساسية عاطفية تلبسال حساسيات حساسية عاطفية إذا بهذا نكونكم من آخر كلمة لليوم إذا عجبكم هذا النوع من الفيديوهات خلونا تعليقاتكم أسفل الفيديو هكذا حتى نعرف إما من الإعجابات إما من التعليقات أنه عجبكم هذا الفيديو ونكمل في هذا النوع من الكلمات تمام والجمل إذا إلى اللقاء إلى فيديو آخر نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله.